زهقت مني يا جدعان من الاكل، ياما جعان ياما. رحت الصدفة حبيبتي تعملي شويه مكرونه على قدي، مكرونه محامير، وتعملي بفتيك. وده ايه ده؟ محامير. محامير يعني متحمره. نور يا ام الولد. هلا. كل يوم اقول لامي جعان جعان جعان. النهارده بقى غيرت النشاط يا جماعه، عشان ما تقولوش ايه متقل على الحاجه وبتاع. جعان والله، اقسم بالله. الساعه دلوقتي 9:30، كنت بره، كان عندي شغل في اكتوبر. والله ما فطرت من ساعه ما صحيت لغايه دلوقتي، يعني من ساعه، يعني اظن ان انا اكلت بالليل لما كنت فاتح في البس. امي قالت لي انت لسه واكل من شويه، والله ما حطيت لقمه في بطني من ساعتها. فهتعمل لنا ايه صدفه؟ مفتيك ومكرونه. انا كنت حمر لي مفتيك بس قلت هاكله فاضي كده، ما عنديش عيش. ايه ده؟ لا لازم عيش. اوعى تخش لفت رجلك من تحت. خش قفل. طب المكرونه عايزه تتقلب. منوره يا صدفه. انا لسه مصدوم دلوقتي، اول ما جيت من بره كنت بسقع على حاجه واتصدمت. بعد تعويم الدولار يا جدعان، تعويم الجنيه. ها؟ تذكره الطيران ب 25,000. ليه التذكره ب 25 باكو؟ يلا يا صدفه. تعمل لي بقى مكرونه، مفيش حاجه تانيه. لا ما تقولش لا. طب بفتكوا مكرونه، مفيش حاجه تانيه. الحمد لله طبعا على النعمه، في غيري مش لاقيها، بس انا جعان اهو. هيكفي ان شاء الله. هيكفي والله، هيكفي باذن الله. يبقى بلاش عيش. لا بلاش عيش، انت بتعمل دبدوب. دبدوب فين ده؟ انا خاسس بعد اللي سمعناه من شويه، هخس اكتر. طماطمتين ولا مش عايز طماطم؟ طماطميتين. ايه؟ اه. لا طماطميتين، طماطميه صغيره. طبعا يا جماعه بتعمل لي الاكل. نور يا ام الولد. شكرا يا ابني. ايه يا ابني؟ ايه يا حد؟ والله عندي برد، ما اقدرش اتكلم. الف سلامه، اوعي تبردينا. نورين يا جماعه. نعمل الاكل وراح اجيب زعتر. ظبطي ملح وسكر. مفيش بقى حاجه تانية جنب المكرونه والبفتيك؟ لا حاجه تانية جنبيهم، مش معاهم، مش جواهم. يلا يا صدفه جعان. يلا عشان اكل واخش جوه، راح العب بابجي. اقسم بالله اسك على الاكل. ليه ما تسك على الاكل؟ عشان تعرف انك كنت هتيجي عليا. اعمل الاكل. منور يا زعتر. زعتر كنت لسه كلمت. يما او يا غبي كوندي. اه او يا بالليل. او يا ولدي. يا جماعه بتساومني صدفه يا جماعه. يا جماعه ايوه، مش لازم اعلق معاك. ايه؟ انا يا جماعه عايزه اعلق زينه من بدري، مش عارفه اعلقها، مش طايله. قلت على الترابيزه برضه مش طايله. وفين في الاستاذ كريم؟ الشغل. اما يجي كان بيجي الساعة 4. خلوه 4:30. خلاص بقى انا مسلمه ليه برد؟ بعدين عندي برد اصلا، فهنام قبل ما يجي كمان. يا رب تنامي بعد ما تعملي الاكل. لا يا باشا علق الزينة لازم وانا مسافر يا صدفه. بكره رايح حفله عيد الام بتاعت صدفه دي. اه صحيح، انا عامل عيد ميلاد كوكو يوم الخميس، يوم الجمعه يا جدعان. عامل لابني عيد ميلاده يوم الجمعه قبل ما اسافر. بقول لك سافر بعد العيد يا اسطى. يا اسطى مش عارف يا اسطى. قلت معايا المعيد يا محمد، انا بتعب لوحدي والله. انت بتساعدني والله. يا اسطى دوبك صعب، اقعد هناك حتى الموسم الحج حج وتعالى. بقول لكم يا جماعه، اعمل لكم استطلاع راي واستفتاء. اه بالله عليك. على المنتدى. اسافر امتى؟ بس ما بين كذا وما بين كذا، انتوا اختاروا. بالله عليك، وانا بقول له يا جدعان سافر بعد العيد، واقعد لموسم الحج، والحج واعمل عمره اول ما تروح. ماشي؟ واقعد هناك قضي انت 3 شهور بتوعك، وتعالى بعد موسم الحج، حج الحجه الكبيره وتعالى. بصوا عايز اقول لكم يعني في المعده على الاقل يقف يصورني، يقطع اللحمه هو، يقف يغرف معايا تحت. هشوف. لان بصراحه هشوف يا جماعه. يلا يا صدوف حبيبي، يلا تحط الزيت ونرجع تاني. نور يا بكاكا جسع. قربت تستوي اهي. عارف يا محمد انا بحب اكلها فيها ميه كده. بطلي بقى، انت مش هتاكلي منها. هاخد حبه فيها ميه، اوصل لك البيت يا شيخ. مفتكر انا اشوي زي بكره اللي بحبه؟ لا انا بحبها ناشفه، وعايزه مقرمشه من تحت. بابا بيحبها كده مقرمشه. هالي من تحت.
يلا بتقلي شيكابون. مش شيكابون لامك؟ شيكابون لا لا قول معلش شيكابون لامك. في شيكابون؟ اه في شيكابون ولا شيكا شاي؟ شيكابون. ماشي ملح ملح. فيش بقى شويه مخلل جنبيهم؟ في يا باشا. ماشي تبص المكرونه وتاكل وتقوم ده كرش وتعلق معايا الزينه. وهابي نيو يير وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. اقول لكم ايه، محمد ده كان بيكلم واحد صاحبه في الفيديو، انا بكلم مرات صاحبه وبسلم عليها بقول لهم ايه هابي نيو يير سي دي بيقولوا لي صوت طيبين. قال لي مالها دي؟ قلت له عادي قرعه سيبك منها. اما انا اعكس وكحه مش مركزه مع الناس. هابي بيرز داي في عيد عيد مبارك. المفروض اقول لكم صوت طيبين بس الغباء بقى بعيد عنكم. صح يا خشناف؟ هابي نيو يير. ستي ستي انت تقولي السوي تاخدي حبه بالميه وتسيبيها الباقي؟ اصل لك انا اشوف لك انت الباقي. انا بحبك ليه؟ مش انت مش هاكل يا اسطى؟ ده انا اشيلها من بقي يا اسطى واحطها في بقك يا اسطى. ما احورش انت. انا ما احورش؟ اه. انت عارفه ان انا بقول اي كلام؟ اه. بحات عيالك؟ اه بأي كلام. وعيني في عينك كده؟ اهو. اقسم بالله ما تخلينيش احلف ان انا اكل ولا اعلق لك زينه وفي الاخر اعلقك انت وخشناب بتاعتك دي. خشناف؟ خشناف محمد بيشتمك. بقول زيس كريزي. بقول زيس ستيوت. نو 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 نو. انا نفر مسكين على باب الله. نفر صغير. انا جرجر معلوم ما في معلوم. مش عارف هتفهمي ولا مش هتفهمي بقى. بي ايدي ولا استاند عربي؟ دو اندرستاند عربيك؟ نو انجلش؟ اه ولا استاند انجلش؟ انجلش؟ يس اوكي اعمل نفسك ميت. ايوه نو. يو سبيك انجلش او استاند؟ نو انجلش، انجلش بتاعي از ديد. ايوه كده العب، ده احنا ليلتنا فل. ما صلى على النبي، المكرونه حلوه. ايوه. نشوف ايه ما شفناهاش. نخلص بقى البفتيك والمكرونه دول ونرجع تاني. ان شاء الله يا حاج. يلا يما حرقت اهي. بص طبق كل من جواها. لا كل جواها ايه؟ سخنه طبق. بص طب حرقتيها طبق. طيب حلو جميل بتحبها كلمه طبق. حاضر حاضر حاضر. انا عايز المكرونه اللي تشتغل عنده. لا اتحمل تحملها. لا مني بس تحمي الدنيا كلها والله. مرتاح قبل ما نرتاح احنا كمان. تفصى مش قلتي بتحبيها مبلوله؟ اه بس ما فيش مشكله اما ننسق شويه عادي. صدفه عملت لي مكرونه محروقه يا ولاد. بصوا بصوا يا اسطى احمد ربنا يا اسطى. ناكلها بسوادها كده؟ انما لا تاكلها خلي شعرك يطلع يقرع. المكرونه اصلا المكرونه القرعه ايه؟ المكرونه اللي بنحرقها بتطول الشعر. فين مخلل؟ اهو. طب ايه هناكل من الجردل؟ طبق طيب. ابنك ده؟ ابن عند امه. هي عامله نفسها محروقه. هي حلوه. الجزر؟ نخلي وخلاص. فلفل. فلفل حلوين. مش عارف الفلفل الطويل ده. الله. احنا هناكل يا جماعه ونكمل معاكم. لا احنا ناكل مش هنكمل. هاتي الكفايه. خد يا لافا سيبكم منها. طب انا اكلت واخش جوه. قال لها ما تنامي بنتك وتصحيها ده انت هيطلع عينك في رمضان. اضحكي اضحكي. نفضي في رمضان. انت لسه ما تعرفش حاجه. نو سبيك عربي. هي صدفه؟ بصي لي يما. ايه بقى الحلوه يا حلي؟ حلو بعد الكشري. احنا كنا كشري مش كشري من المكرونه ودي مشتقاته. والله حلوه يا حلي. الحلو بعد الكشري يا حبيبي. الحلو بعد الكشري يا باشا. مش المفروض الواحد ياكل؟ بنتك بتعمل عينها كده ليه؟ بتصحى ولا بتنام؟ بتصحى. مش المفروض الواحد يكل يحلي على الاقل يحبس بكوبايه عصير مانجا، كوبايه عصير قصب، كوبايه كنافه، كوبايه قطايف.
متسيبها يا عم. بتعمل كده متسيبها. اي كوبايه بقى مركز مع البنت في ده. هي صدفه. هي صدفه. مساء الخير. تسلم ايدك على المكرونه. الفانه يا باشا. تسلم ايدك على البفتيك. الفانه. ده كان فطرنا وغدانا. الفانه. منتظر منك العشاء باذن الله. ترن عليا. تعبت وربنا ما هتعشى. هتعشى لسه بقى ما نلاقي الزينه. ذكر اهو خشناها فاهم. يا بتهطل يا اما علميها فاهمين. انا ما تغسل مواعين. انا جاي من اكتوبر تعبان طول اليوم. كنت بعمل زبونه. بص ما ترديش. انا رد على نفسي يا جدعان. انا جاي تعبان. صح من الساعه 10 وعملت وسويت تعبان بجد. هي بقى تعلق زينتها مع نفسيها. شايف كده بعد ما اكلت وميت كلشة. لما امك عند سعاد قالت لي نازله اعمل لك غدا. يا ابو كلش. شو ده ابو كلش؟ ولا ازعل مني. يعني ايه تزعلي مني؟ عايزه ايه مني؟ فنزاتي شكرا على المتابعه. والله انا اكلتك يا ابو بطن حقيقة. السلام عليكم. شكرا على المتابعه. سيبكم منها ما تركزوش معاها. ركزوا مع ابو احمد الاساس. وقت يا جدعان هي مش عايزاني اسافر. عايزاني اقضي معاها مقلية رمضان. ايوه يا جد ده قلت ربنا يعني. وكمل معاها رمضان. ده قلت ربنا يعني؟ قولوا لي بقى في الكومنتات نعمل ايه؟ استخلى عندك دم يا اسطى. السلام عليكم. استخلى عندي دم يعني عايزه ايه يعني؟ اقعد معانا يا محمد. اقعد معايا قبل رمضان بالله عليك. سؤال عايزاني اقعد معاكي؟ مش هعلق زينه وامشي. لا هتعلق وهتقعد. لا مع عند امك. اكلم الاستاذ كريم يهزقك. مين ده الاستاذ كريم؟ يمرمطك. ازلفي. شايف يا كريم محمد اللي بيعملوا فيه؟ يلا اكشلي موتك يدبك علقه بالليل. استنى. شايف بقولك فك اسلك. اكشي اكشي تعالى كلها علقه بالليل اضربها. شايف؟ مش عايز يعلق معايا الزنا يا كريم. تعالى موتها. لا لا تعالى كسرها مراتك يابا دغدغها. يعني انا هنا عليك يا كريم؟ يعني انا هنا عليك؟ شمت القعده فيا يا كريم؟ قال لي كسرها وقال لي دغدغها. وانا هنا عليك يعني؟ قول او لا. قول او لا. انت عارف ما تقوليش عليا. طيب انا بعت لك فويس.